بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وما بعدها من الآيات. المسألة 31: التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته ليظهر العجب وتشكر النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: التنبيه يعني في الآيات أن الهداية من الله سبحانه وتعالى تكون بمشيئته، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، لأن الهداية فضل من الله سبحانه، وأما الإضلال فهو جزاء وعدل من الله، لأنهم لما لم يقبلوا الهدى أضلهم الله، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما لو أنهم رغبوا في الهداية قبلوا عليها وفقهم الله، فالهداية بمشيئة الله سبحانه، ليس الإنسان هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، هداية والإضلال بيد الله، لكنه يجازي كلا بحسب فعله ونيته. وهذا مأخوذ من قوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء. نعم. 32: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. نعم. ولو أشركوا، يعني هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله من ذرية إبراهيم، أنبياء من ذرية إبراهيم، ومع هذا لو أشركوا بالله عز وجل لحبط عنهم ما كانوا يعملوا، كما قال جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء الأنبياء مع عملهم الصالح وأنهم أنبياء ومن ذرية إبراهيم عليه السلام، لو أشركوا حبطت أعمالهم، فكيف بالذي يقول هؤلاء لهم أعمال صالحة، عباد القبور والأضرحة وغير ذلك، يقول هؤلاء صالحون لهم أعمال صالحة لكن غلطوا. هذا إذا كان عنده غيرة، لكن غلطوا فحصل منهم الشرك، لكن لهم أعمال صالحة ولهم نيات طيبة، ولهم هذا كله ما ينفع، كله لا ينفع، يحبط كل ما عملوه بالشرك،
الشرك الأكبر يعني، بالشرك الأكبر، ولو أشركوا بالله وأسند الشرك إليهم، أشركوا بالله، فالإنسان هو الذي يشرك، وهو الذي ولو أن نيته طيبة، ولو أن له أعمال أخرى وصلاح، كل هذا يزول بالشرك ويبطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الثالثة والثلاثون، ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة، فلا يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل، الزبور والقرآن، كله منزل من الله. آتيناهم الكتاب من الله، منزل من الله، جميع الكتب الإلهية منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي كلامه ووحيه، وهي كلامه ووحيه. آتيناهم الكتاب، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. والحكم، الحكم بهذا الكتاب، يحكمون بهذا الكتاب: إنا أنزلنا التوراة، التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالحكم في العقائد، وفي الخصومات، وفي المعاملات، وفي التحليل والتحريم، إنما يكون بالكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، أو بالسنة النبوية، لأنها منزلة من عند الله أيضا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله منزل، فالحكم لا يكون إلا بالكتاب. والحكم والنبوة، النبوة يعني هؤلاء أنبياء آتاهم الله النبوة، والنبوة قيل مأخوذة من النبوة، وهي الارتفاع، مكان النبي مرتفع، فالنبي رفعه الله سبحانه وتعالى بالنبوة. وقيل إنها من النبأ، وهو الخبر، يخبرون عن الله سبحانه، فيقال النبي بالهمز، النبي، هذه قراءة من قراءة السبع، النبي بالهمز، من النبأ وهو الخبر. آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فالنبوة من الله، وهو أعلم سبحانه من يصلح للنبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وليس الإنسان هو اللي يجعل نفسه نبيا، مهما تعلم ومهما عرف لا يكون نبيا إلا من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء الله هو الذي اختارهم وأرسلهم، فالذي يدعي النبوة والله لم ينبه، هذا كذاب، هذا كذاب، يكذب على الله سبحانه وتعالى. والمتنبئون كذابون كثيرون، ولكن كلهم كذبة، لأن النبوة من الله اختيارا واصطفاء، الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله هو الذي اختار الأنبياء،
والرسل، وليس هم الذين يختارون لأنفسهم ذلك مهما بلغوا من العلم والمكانة. ولهذا يقولون أن النبوة اختيار واصطفاء من الله وليست مكتسبة، النبوة ليست مكتسبة وإنما هي اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة والثلاثون ما في قوله فإن يكفر بها هؤلاء إلى آخره من العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم، وما فيه من النفور من الجهل وتقسيمه. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المشركون الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا غير ذلك، فإن الله اختار من عباده من يؤمن بهذا الوحي المنزل، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين بدلا من هؤلاء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. دين الله لا يضيع، دين الله لا يضيع، إذا تركه قوم يسر الله له قوما آخرين من عباده سبحانه من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. فإن يكفر بها هؤلاء فلا يهمك أمرهم، فهناك من هم خير وأحسن ليسوا بكافرين بالنبوة، إنما يؤمنون بها حق الإيمان. نعم. الخامسة والثلاثون قوله فبهداه مقتده أن دينهم واحد وأن شرعهم شرع لنا. مسألتان، بهداهم اقتده، بهدى هؤلاء الأنبياء إبراهيم ومن جاء بعده من ذكرهم الله في هذه الآية أو الآيات، اقتده أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الأنبياء واحد، وهو توحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، دينهم واحد كلهم على هذا، جاءوا بالتوحيد الخالص لله عز وجل. وأما شرائعهم فإنها تختلف باختلاف مصالح العباد في كل وقت بحسبه، ولهذا قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته هي الشريعة العامة للبشرية إلى أن تقوم الساعة، لا يخرج أحد عنها أبدا مهما كان، لا يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خرج فهو كافر، إن خرج فهو كافر. وأما المسألة الثانية فهي قوله رحمه الله وأن شرعهم شرع لنا، هذه مسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل ذكره العلماء، فقالوا شرع من قبلنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي به شرعنا
ويوافقه شرعنا، فهو شرع لنا. الحالة الثانية أن يأتي شرعنا بخلافه، فيكون شرعنا ناسخا له ولا يجوز لنا أن نعمل به. المنسوخ لا يعمل به. الحالة الثالثة إذا لم يأتي شرعنا بنسخه ولا الأمر به، فالصحيح أنه شرع لنا أيضا. إذا لم يأتي شرعنا بنسخه فإنه شرع لنا نتبعه. نعم. السادسة والثلاثون: النهي عن البدع، فإن في التحريض عليه نهي عن ضده. نعم. فبهداهم اقتده، هذا فيه النهي عن البدع، يعني ولا تقتدي بغيره. فالدين ما شرعه الله وما جاءت به كتب الله، وأما ما خالف ما شرعه الله فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللي يجيب أشياء من عنده يستحسنها يقول هذه خير، يقول هذه خير، نقول لا ما هي بخير، لو هي خير جاءت بها السنة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى لو لم يحدث البدعة وإنما عمل بها مردود عليه. البدعة لا يجوز إحداثها ولا يجوز العمل بها، بل ترفض رفضا تاما لأنها ضلالة. ففيه رد على من يقول إن البدع فيها شيء حسن، يقول البدع فيها شيء حسن، نقول لا، أنت تقول هذا والله والرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا فيه شيء حسن. البدع كلها ضلالة، ليس فيها شيء حسن. الحسن هو ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها غنى، الشريعة فيها غنى، لسنا بحاجة إلى البدع، كافية، لسنا بحاجة إلى إحداث أمور مبتدعة نحسنها للناس ونقول هذه فيها خير وهذه نية صاحبها طيبة. نقول ما تكفي النية، ولو كانت نيته طيبة فعمله باطل، ضلالة، بدعة لا نقبلها في دين الله عز وجل. نعم. السابعة والثلاثون: كون النذير البشير مع مقاسات الشدائد في ذلك لم يطلب منا أجرا عليه. قل لا أسألكم عليه أجرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول لا أسألكم عليه، أي على هذا الدين الذي جئتكم به وهذا العلم الذي علمتكم إياه، لا أسألكم عليه أجرا. أجرة يعني أجرة دراهم حتى تتهموني، أنا ما جئتكم إلا بشيء من عند الله عز وجل، وأنا أعلمه احتسابا لله، لا أريد منكم أجر. كل نبي يقول لقومه لا أسألكم عليه أجرا، ففيه إخلاص التعليم، أن يكون التعليم لأجل وجه الله سبحانه وتعالى أو من أجل الدنيا وطمع الدنيا. أما ما يعطى للمعلم من بيت المال
ويعطاه المؤذن أو الإمام، إمام المسجد من بيت المال، أو يعطاه القاضي أو المفتي، هذا ليس أجرة، هذا من بيت المال، رزق من بيت المال من أجل أن يتفرغ لهذا العمل، لأنه سينقطع عن العمل، فمن أين يأكل هو وأولاده؟ يعطى من بيت المال، وبيت المال مشترك بين المسلمين، هو لمصالح المسلمين، وهذا من أعظم مصالح المسلمين، وليس هو أجرة، هذا يسمى رزق من بيت المال. نعم. الثامنة والثلاثون كونه ذكرى، ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. ذكرى للعالمين، ذكرى لمن؟ للعالمين كلهم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للعالم، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا القرآن ذكرى للعالمين كلهم، المسلم والكافر، ذكرى، ذكرى للعالمين، لكن المسلم انتفع بهذه الذكرى، والكافر قامت عليه الحجة ولم يبق له عذر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة والثلاثون قوله للعالمين، فيه تكذيب من قال لا يعرفه إلا المجتهد. وكذلك ذكرى للعالمين، فيه أن من تدبر القرآن، من تدبر القرآن فإنه يحصل على فائدة من القرآن على حسب ما وفقه الله، كل من تدبر القرآن، العامي والمتعلم والعالم، كل من تدبر القرآن فإنه يستفيد من القرآن على قدر ما فهم، يستفيد. ولهذا قال أنزل من السماء ماء، يعني هذا مثال ضربه الله للقرآن والوحي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل يفهم من القرآن بحسب ما أعطاه الله، وما في شك أن العالم ما هو مثل العامي، لكن كل منهم يستفيد، ففيه رد على من يقول القرآن ما يفهمه إلا العلماء، ما يفهمه إلا العلماء، أنا من أبعالم، يعني تقرأ القرآن بس مجرد حروف ولا تنتفع منه ولا تتأمل فيه، تأمل فيه على قدر فهمك وانتفاعك. الله قال ذكرى للعالمين، عالم، ولم يستثني أحدا، ما قال ذكرى للعالمين بكسر اللام، بل قال للعالمين جميع أصنافهم، وكل من تدبر القرآن حصل على فائدة، والقرآن على أربعة أشياء، منه ما يعرفه العامي، أنت ما تعرف النار إذا سمعتها، ما تعرف الجنة، ما تعرف أن الربا حرام إذا سمعت، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، تقول هذا ما يعرفه إلا العلماء، ما تعرف قبل ذلك الشرك، الشرك بالله عز وجل وخطر الشرك، ما هنا أشياء ظاهرة يعرفها العوام، وهنا أشياء يعرفها المتعلم البادي بطلب العلم، يصير أرفع من العام، ومنه أشياء يعرف من اللغة التي نزل بها، لغة العرب يعرف معناه من اللغة التي نزل بها، ومنه أشياء لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، ومنه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى،
فمعاني القرآن على هذا النمط. والله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من متأمل؟ أهل من متدبر؟ تدبر القرآن ما على قدر فهمك، وستحصل على فائدة منه. أما أنك تجعل القرآن كأنه رطانة أعجمية فهذا لا ينفعك، ولا والقرآن ليس كذلك. القرآن قريب ولله الحمد، كل من تدبره بنية صالحة حصل على فائدة على قدر ما وفقه الله سبحانه وتعالى. هم مقصور على العلماء فقط. نعم. لأن فيه من إذا ذكرت له الدليل على تحريم شيء يقول هذا ما يعرف إلا العلماء، أنا عامي ولا أعرف هذا، ما أعرف هذا الشيء. والقرآن إنما يعرفه العلماء، مغلق ما يفهمه أحد، هذا كلام باطل والعياذ بالله. نعم. الأربعون: الحصر فيما ذكر. فبهداه مقتده أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتد بهؤلاء الأنبياء، ولا تقتدي بغيرهم من الجهال والعوام وأهل الضلال. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مسائل في سورة الأعراف. نعم، انتهى رحمه الله من أخذ المسائل من سورة الأنعام، من قوله تعالى في قصة إبراهيم، ومن ذريته إبراهيم وإسماعيل إلى آخر من ذكر من الأنبياء، في 40 مسألة كما سمعتم في هذه الآيات. انتهى من ما أخذ من سورة الأنعام وانتقل إلى ما بعدها وهي سورة الأعراف. سميت بالأعراف لأن الله قال فيها: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. والسورة قد تسمى بلفظة منها مثل البقرة، لأن الله ذكر فيها قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لأجل أن يعرفوا من هو قاتل القتيل الذي قتل بينهم ولم يعرفوه. سورة النساء لأن الله ذكر فيها أحكام النساء، آل عمران لأن الله ذكر فيها آل عمران، مريم وابنها عيسى. فالله جل وعلا يذكر في السورة أشياء يأخذ العلماء لفظة من ألفاظها ويسمون السورة بها. نعم. الآية الأولى فيها وصف بأنه كتاب. نعم، ألف لام ميم صاد، هذه حروف مقطعة، حروف مقطعة كسائر مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، قد يكون حرف واحد مثل صاد قاف، قد يكون حرفين مثل ياسين ياء سين إلى آخره. وهذه الحروف المقطعة من العلماء من يقول هذه لا يعلمها إلا الله، الله أعلم بمراده، ولكن شيخ الإسلام وغيره يقولون لا، هذه حروف ترمز إلى أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها،
وتعرفونها، ولذلك ما يأتي حروف مقطعة إلا وبعدها ذكر للقرآن، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العصاد، والقرآن ذي الذكر، وهكذا قاف والقرآن المجيد. ما يأتي حرف من الحروف المقطعة في أول السورة إلا ويأتي بعده ذكر للقرآن، ليدل على أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها. نعم. الثانية كونه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى فيها وصفه بأنه كتاب. فيها وصفه بأنه كتاب، كتاب أنزلناه إليك، كتاب يعني القرآن، ويسمى القرآن، يسمى الكتاب، يسمى الفرقان، وله أسماء كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية كونه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزلناه إليك، فيه أن القرآن منزل من الله إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب أي القرآن أنزلناه، وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ليس من كلام البشر بل هو منزل، ولهذا يقول العلماء القرآن منزل غير مخلوق، رد على الجهمية. أنزلناه إليك أيها النبي، ولفظة أنزلناه فيها إثبات العلو لله عز وجل، لأن الإنزال إنما يكون من أعلى إلى ما تحته. نعم. الثالثة النهي عن الحرج. فلا يكون في صدرك حرج منه، يعني انشرح صدرك له، ألا يضيق صدرك بنزوله عليك، لأنه يشرح الصدر ويوسع الصدر ويزيل الهموم والوساوس والأحزان، والحمد لله. هذا القرآن يشرح الصدور، وأيضا هو تيسير ميسر، لا يكون في صدرك حرج منه لتحمله، ونحن نحفظه لك. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يصيبه التعب، لأنه يريد أن يحفظه بسرعة، يخاف يفوت شيء منه، الله ضمن له ذلك وقال إننا سنحفظه لك. فإذا قرأنا إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليه، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. تكفل الله بهذا، تكفل الله بهذا، فلا يكن في صدرك حرج منه، تخاف من تحمله ومن حفظه، ومن الله يحفظه لك. نعم. الرابعة فاء التفريع. نعم. فلا كتاب أنزلناه إليك، فلا يكن، هذه يسمونها فاء التفريع، ما دام أنزلناه إليك ونحن الذين أنزلناه فلا يكن في صدرك حرج منه، هذا إلينا نحن الذين نحفظه ونبينه لك وللناس، فالذي أنزله تكفل بحفظه
وتكفل ببيانه. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون. ما ضاع منه ولا حرف والحمد لله، ما ضاع منه ولا حرف، بخلاف الكتب السابقة فإن الله وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان فضيعوها. ما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله فضيعوه. أما هذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. الخامسة ذكر الحكمة في ذلك، وهي لتنذر به. ذكر الحكمة من إنزال هذا القرآن لتنذر به، تنذر به الناس، تنذر به عموم الناس، وذكرى للمتقين، خص الذكرى بالمتقين الذين يقبلونه ويقبلون عليه، أما غيرهم فالله جعله حجة عليهم لتنذر به عموم الناس، فهو نذير لعموم الناس ولكنه هداية للمتقين. نعم. ذكر الحكمة في ذلك، وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. الإنذار العام للعالم كلهم، المسلم والكافر، الإنذار العام، وذكرى للمتقين هم الذين ينتفعون به، كما قال جل وعلا هدى للمتقين. نعم. الآية الثانية، وهي قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فيها الأمر باتباعه. لما أنزله الله عز وجل ومن به على عباده أمر باتباعه، هذا هو المقصود من إنزال القرآن، المقصود أن يتبع. اتبعوا، هذا خطاب للأمة، الأول يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خاطب الأمة، قال اتبعوا، اتبعوا هذا القرآن. نعم. الثانية التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا. ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، هذا فيه ما أنزل إليكم فيه الترغيب في اتباعه، لأنه منزل إليكم وسيسألكم الله عنه يوم القيامة. نعم. الثالثة النهي عن اتباع ما سواه. ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا يجوز أن نتبع غير القرآن والسنة ممن كان من الناس، نحن مقصورون على اتباع الكتاب والسنة، ولا نتبع غيرهما من آراء الناس وأفكار الناس وما عند الناس من العلوم، مهما كانت الله أغنانا بالقرآن، لا علوم الأولين ولا علوم الآخرين، الله أغنانا بهذا القرآن والحمد لله، كيف نتبع غيره؟ نعم. الرابعة أنه لا بد من هذا وهذا. نعم، لا بد من هذا، أعد قبلها، قال النهي عن اتباع ما سواه، وقبله التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا. أي نعم، أيش المسألة؟ التحريض. أي نعم، المسألة اللي يقول هذا وهذا، أنه لا بد من هذا وهذا، لا بد من الاتباع، اتباع هذا القرآن المنزل من الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة ذكر أن التذكر منا قليل. قليلا ما تذكرون،
هذا لوم، لوم من الله سبحانه وتعالى لمن يقل تذكرهم للقرآن، تدبرهم للقرآن، هذا لوم وعتاب لمن يقل تدبرهم للقرآن وتأملهم للقرآن. نعم. الآية الثالثة وكم يكفي نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم عنده شيء من العلم، ولكن إذا رأى جاهلا لا يعلمه بحجة أنه ليس قدوة، وهو مستطيع إذا رأى عاصيا فلا يناصحه، فهل يأثم في هذا الحال؟ نعم يأثم، هذا كاتم للعلم، هذا كاتم للعلم. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعينون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلم ليس، العلم الذي عندك ليس ملكا لك تخزنه، هذا للناس جميعا، من علم علما لا بد أن يبلغه ولا بد أن يبينه للناس، وإلا فإنه يدخل في لعنة الله سبحانه. وفي الحديث: من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولا يجوز الكتمان لمن عنده علم ويرى الناس بحاجة ويرى المنكر من بعض الناس ولا يناصح ولا يبين إن هذا حرام، لازم يبين، لأن هذا أمانة حمله الله إياها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يثير بعض منكري الصفات بعض الشبه حول صفة العلو، ومنها لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله، يكون الرسول ضال؟ أسأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله، الله في السماء سبحانه في جهة العلو، مستوى على العرش كما أخبر بذلك. نعم. أنت لا جحدت المكان، أنت لا جحدت المكان، تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب عقيدة كنت، صلى الله العافية، أين هذا الضلال؟ نعم. أثابكم الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستوى على عرشه، أين يكون؟ يكون مختلط بالعالم، هذا كفر. ليرى إن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس، ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات، يقول الله في كل مكان، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هل هذه الحكمة محصورة على الأنبياء، وما هو أهل؟ لا، الحكمة الفقه يا أخي، الحكمة الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أوتي الفقه في الدين فقد أوتي
خيرا كثيرا وأراد الله به خيرا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للراقي أن يخنق المرأة المصابة عند الحاجة ويكون بحائل وبحضرة محرمها؟ الحين الجن مذيها وأنت تذيها زيادة وتخنقها تعرضها للموت والمضايقة، اقرأ عليها القرآن كتاب الله يكفي يكفي، سيحرق هذا الجن ويخرج راما عن أنفه ويتضايق، أما أنت فلا تضربها ولا تخنقها ولا. نعم. أحسن الله إليكم. هل للعام إذا تدبر القرآن وظهرت له فائدة هل يذكرها للغير أم هي من باب القول في القرآن بغير علم؟ إن كان من العلماء المتأهلين يذكر أن الآية تدل على كذا وكذا، أما إن كان عاميا فهو يستفيد بحسب ما وفقه الله ولا يقول للناس هذا لأنه ليس بعالم، قد يكون مخطي. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في شهر رمضان؟ الكتب تقرأ من الآيات والأحاديث من كتاب الله ومن الأحاديث النبوية التي جاءت في الصيام وفضل الصيام، وإن كان عندك مقدرة علمية تشرحها وتفسرها للناس، وإن لم يكن عندك مقدرة فيكفي أن تقرأها على الناس، تقرأ النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على الناس يسمعونها. هناك كتب مؤلفة لشهر رمضان خاصة، فمثلا كتاب بن قاسم مختصر لطائف المعارف ابن رجب كتابه مختصر وجيد فيه فوائد عظيمة يقرأ منه، اللي ما عنده معرفة بالعلم يقرأ منه ويسمع الناس لأنه موثوق ومفيد. كذلك كتاب شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، هذا كتاب مفيد وفيه فوائد كثيرة عظيمة. نعم يقرأ منه. نعم. أحسن الله إليكم. هل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هل هي من باب المشاكلة أم هي بدعة لغوية؟ البدعة على قسمين، بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة اللغوية هي الشيء الذي ما اعتاده الناس، يظهر ما اعتاده الناس فيما سبق، ليس له مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، هذه بدعة لغوية. ولما جمع عمر الناس على إمام واحد في صلاة التراويح هو ما ابتدع بدعة شرعية، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى بأصحابه ليالي من رمضان جماعة وهو إمامهم، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم لا يستطيعونها، فلما جاء عمر أعاد السنة التي كان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه انتهى وقت التشريع فلا يخاف، ما يخاف أنه تفرض لأنه ليس هناك فرضية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمر أحيا السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي التي أم فيها المسلمين، وما جاء ببدعة شرعية إنما جاء ببدعة لغوية الناس نسيوها فهو أحياها كأنها شيء جديد، لأن الناس نسوها فعمر أحياها وأعاد ذكرها للناس. نعم. أثابكم الله. ما المقصود بأمة الدعوة وأمة الإجابة وما الفرق بينهما؟ أمة الدعوة كل الناس
الكفار والمسلمون كلهم أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم المسلمون خاصة الذين تقبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الإجابة. نعم. فاليهود والنصارى والكفار من أئمة الدعوة، لأن الرسول مكلف بدعوتهم وقد دعاهم إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يسافر للعمل مسافة 100 كيلو يوميا ويرجع إلى بلده قبل أذان العصر، فهل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر؟ ما دام في الطريق يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر، وإن صلى الظهر في الطريق وأخر العصر إلى أن يصل إلى البلد فلا بأس بذلك، هو مخير. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم لبس الدبلة للزواج؟ هذه عادة سيئة ليست من عادة المسلمين، هذه وافدة، عادة وافدة على هذه البلاد، وربما يعتقد فيها أنها تجمع بين الزوجين وتعقد المحبة بينهما، يكون هذه عقيدة سيئة. الحاصل أنها تترك ولا أصل لها في الدين ولا في العادة في هذه البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أعتمر عن نفسي أو أعتمر عن من مات من أقاربي رحمهم الله، علما أني قد اعتمرت مرارا والحمد لله؟ مرة اعتمر عن نفسك ومرة اعتمر عن من تريد من الأموات، جزاك الله خيرا، شكل هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد إمام يداوم على قراءة قصيدة البردة فهل تصح الصلاة خلفه؟ إذا كان يعتقد ما فيها فلا تصح الصلاة خلفه، لأن فيها الشرك الأكبر. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فوقها الغلو شيء؟ هذا كفر والعياذ بالله. الدنيا وضرتها من جود الرسول أو من جود الله سبحانه وتعالى؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ وعلم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا يقول من علم الرسول، بعد ما هو بكل علم الرسول، عنده أكثر من هذا. وين الغلو هذا والعياذ بالله؟ الذي يعتقد هذا كافر، وأما الذي جاهل ويشوف الناس يقرونه ويقراها جاهل، هذا مخطئ، ويناصح، قالوا لا تقرأها، فيها شر، فيها شرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول لعمري أو لعمرك عند القسم؟ ما هو القسم، هذا صار ما يستعمل الآن استعمال القسم، ولا هو مقصود به القسم، هذا أسلوب عربي ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر عند بعض الناس التصوير مع القطط كالموضة تشبها بالغرب، فما هو حكم؟ يقول: انتشر عند بعض الناس التصوير مع القطط. مع إيه؟ مع القطط. كيف التصوير مع القطط؟ تصوير لا يجوز. قطط، ما أدري وش المقصود. تصورون معها موضة يا شيخ. موضة يتصورون معها. كيف؟ يتصورون مع القطط موضة، يعني اشرح لي هالموضة وش؟ ما أدري يا شيخ. التصوير ما يجوز إلا للضرورة، التصوير ما يجوز إلا للضرورة، لا مع القطط ولا مع السلاب ولا مع الذئاب ولا مع أي شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يفهم حفظكم الله من حديث منكرات الأهواء أن من الهوى ما ليس منكرا؟ الهوى اللي ما فيه ضلال لا بأس به، كل الناس لهم هوى، لكن اللي ما فيه ضلال ولا فيه خروج عن الشرع لا بأس به. لا، كل الناس عندهم، أنت تهوى زوجك، تهوى
الطعام، تهوى الشراب، تهوى بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان يحضرون قارئا يقرأ القرآن جهرا أمام الناس قبل صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ لا بأس، ما دام أنه قراءة قرآن وهم يستمعون وينصتون، ولكن كونه لا يعملون هذا ويتركون الناس كل يقرأ لنفسه أحسن. نعم. أثابكم الله. هل هناك دعاء مخصوص يقال بين سجدتي السهو، وبماذا ندعو في سجود السهو؟ سجدتي السهو مثل سجود الصلاة تماما، يقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها. نعم، ليس لسجود السهو تسبيح خاص. نعم. أحسن الله إليكم. إذا مكث المريض فترة طويلة في المستشفى على السرير لا يتحرك بسبب الأجهزة، فهل يلزمه الوضوء أم يكتفي بالتيمم، وكيف طريقة صلاته؟ لا بد من التيمم، يتيمم ويصلي الحمد لله. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول: كيف يصلي يا شيخ؟ يصلي على حسب حاله، يصلي برأسه، يومي بالركوع والسجود برأسه. نعم. أثابكم الله. هل الأذان واجب في حق من كان وحده أو هو وزوجته، وكم أقل عدد تنعقد في البلد؟ في البلد يكفي أذان المساجد، في البلد يكفي أذان المساجد. وأما في البر يستحب أن يؤذن. نعم. يقول: وكم أقل عدد تنعقد بها الجماعة؟ اثنان فأكثر، الاثنان في الحديث، الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم. أثابكم الله. لدي إبل رعت قرابة 8 أشهر، وبعد ذلك أعلفتها بقية السنة، فهل عليها زكاة؟ زكاة سائمة. نعم، إذا كانت ترعى أغلب الحول فبها زكاة السائمة، أما إن كان يعلفها فليس بها زكاة السائمة، لكن لو يبيع منها شيء يزكي قيمته. نعم. صلى الله عليكم. تكملة لسؤاله يقول: وإذا كان عليها زكاة هل يجوز لي أن أخرجها على دفعتين؟ حسب استطاعتك، هي دين في ذمتك، تخرجها على حسب الاستطاعة، لكن لا بد من إخراجها. نعم. أثابكم الله. من مات وعليه دين لم يستطع أداؤه لفقره، فهل تبقى روحه معلقة كما في الحديث؟ نعم نعم، معلقة بدين حتى يقضى عنه. من هنا يستحب لأحد إخوانه أو من علم من إخوانه أن يسدد عنه الدين. نعم. أثابكم الله. ما كيفية صلاة الوتر، وهل هي سرية أم جهرية؟ صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 13 أو 11 ركعة، وإذا وأدنى الكمال 3 ركعات: الشفع والوتر، ركعتي الشفع وركعة الوتر. نعم، فأقلها ركعة وأكثرها 13 أو 11، وأقل الكمال 3. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل لا أملك إلا بيتا واحدا ولي ورثة، هل يجوز أن أوقفه للفقراء والمحتاجين؟ إذا أوقفته في حياتك صحتك فلا بأس، وقفا منجزا، وقفا منجزا. أما إذا قلت وقف بعد موتي فهذه وصية ما تنفذ إلا في الثلث فأقل. نعم. أحسن الله إليكم. تسمية المولود هل هو من حق الزوج أم الزوجة؟ حق أبيه، تسمية المولود من حق الأب،
حق للمولود على أبيه أن يختار له الاسم الحسن، وأن يختنه، وأن يذبح العقيقة عنه، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، أي من حقوق المولود على والده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح ما يقال أنه ليس من واجبات وحقوق الزوج خدمة الزوجة لزوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد النكاح؟ يقول الفقهاء، لكن إذا رجعنا للصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناهن يخدمن أزواجهن، الصحابة كانت نساؤهم تخدمهم، حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تخدم في بيتها، تحمل القربة، حتى أثرت في رقبتها حبل القربة. فاطمة بنت محمد تخدم زوجها علي بن أبي طالب، أسماء بنت أبي بكر تخدم الزبير بن العوام، فنساء الصحابة يخدمن أزواجهن. نعم. أحسن الله إليكم. هل عمة أمي وخالتها محرم لي؟ كيف؟ عمة أمي وخالتها هل تعتبر محرم لي؟ هذا المراد بالعمة، الحين يسمون العمة لو هي بعيدة يسمونها العمة، فإذا كانت عمتها أخت أبيها فإنها تكون عمة له أيضا، عمة الأم وخالة الأم، عمة وخالة للإبن. نعم. أما إن كان يقول عمه من باب التقدير فقط وليست قريبة فهذا ما يعطي محرمية. نعم. أثابكم الله. ما هي السنة في طول الثوب؟ إلى الكعب، إلى الكعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك، فيها أحاديث لكنها ضعيفة، يقولون إنها وإن كانت ضعيفة تجتمع وتتعاضد، تدل على الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بالصداق العاجل والآجل في النكاح؟ العاجل الذي الحال، العاجل الحال، والآجل المؤجل. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: عندنا إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة، بعد خطبة الحاجة يذكر عنوان الخطبة ثم يذكر عناصر الخطبة، فهل هذا صحيح؟ لا، هو صحيح، هذا يعني طريقة الإنشاء اللي بالمدارس، يذكرون العناصر ويذكرون، يبدأ بالخطبة والحمد لله على ما جاء في الشرع. نعم. أحسن الله. بحمد الله والشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الموعظة والتذكير والتنبيه على الأمور التي يحتاجونها، ثم يختمها بالقرآن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس الكمامات أثناء الحج والعمرة وأثناء الصلاة؟ إيش الكمامات؟ اللي على الخشم، اللي على الأنف. بالنسبة للرجل لا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. وأما المرأة تغطي وجهها عند الرجال كله، تغطي وجهها، وعند إذا كان ليس عندها رجال تكشف وجهها، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأذكار الواردة ممنوع على الرجل تغطية الرأس، أما تغطية الوجه والفم
والأنف لا بأس به. نعم. هل الأذكار الواردة بعد الصلاة هل تكون بعد صلاة الفريضة فقط أو الفريضة والنوافل؟ بعد الفريضة فقط، ما وردت بعد النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. شخص يداوم بنظام المناوبات ولكنه يخرج أثناء مناوبته لبعض ساعات، فقرر أن يخصم هذه الساعات من راتبه ويدخلها في حساب إبراء الذمة الذي أمر به خادم الحرمين حفظه الله، فهل تصرفه هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المطلوب قيامه بالعمل، مطلوب قيامه بالعمل، كيف يتغيب عن العمل ويقول أطلع اللي قابله من الراتب؟ ما يكفي هذا، مطلوب وجودك في العمل وقيامك في العمل، ولا تضيع شيء من مدة العمل إلا لعذر شرعي. نعم. ولا اترك العمل لغيرك. نعم. أثابكم الله. يقول: أعطيت شخصا مبلغا من المال ليقوم بذبح دم في يقول أعطيت شخصا مبلغا من المال ليقوم بذبح دم في مكة بدلا عني، وذلك حسب فتوى في ذلك، وبعد فترة قابلت الشخص وأفاد أنه قام بذبح الدم، وقال لي أحد الأصدقاء أنه غير أمين، فهل أعيد الذبح مرة أخرى؟ إذا كنت تثق منه قال لك أنه ذبح الحمد لله، أما إذا كنت ما تثق منها وما تعرفه فلا توكله، لا توثق، توكل إلا من تعرف وتثق به، هذا في ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل القي نجس؟ نعم، بلا شك، خارج من المعدة، ما خرج من المعدة فهو نجس. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ واضح، ربما أن الإنسان يحفظ الأحاديث ويحفظ القرآن وهو ما يفهم المعاني، هذا ما هو بفقيه، هذا حافظ فقط، هذا حافظ فقط ولا يفهم المعاني، يحفظ النصوص ولا يدري عن معانيها ولا يعرفها. نعم، هذا حامل فقه غير فقيه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التبسم في وجه الكافر إذا كان يرجى له الهداية؟ ما أمرنا بالتبسم في وجوه الكفار، أمرنا أن ندعوهم إلى الله وأن نرغبهم في الإسلام، فإذا أسلموا تبسم لهم وانبسط معهم، أما قبل أن يسلموا هل أنت مأمور بدعوتهم إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث الطويل في صحيح البخاري الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعض طلبة العلم ليس منه فائدة، فما توجيهكم؟ سبحان الله، ليس منه فائدة، أنت اللي ما فيك فائدة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما فيه فائدة؟ فيه فائدة إن هرقل اعترف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لو أخلص إليه لحملت نعليه عليه الصلاة والسلام، لكنه لما رأى قومه لا يقبلون آثر الحكم على الإسلام، نسأل الله العافية، وهو يعرف أن الرسول حق، خشية على ملكه، خشية على ملكه، وإلا هو اعترف وعرف علامات الرسول وصفاته عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول ما فيه فائدة؟ إذا كان الكفار اعترفوا بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، تقول ما فيه فائدة؟ نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز، لأن أبا سفيان يوم يسأل هرقل وهو مسلم، ليس مسلما لكنه تحاشى الكذب، تحاشى الكذب على الرسول، لأن العرب عندهم شيمة، ما يكذبون إلا نادرا، فهو تحاشى الكذب. نعم.
يقول: هل يجوز لطم الأطفال بالطين لطرد العين؟ وهل ورد في ذلك في عهد النبي؟ لا، أي هذا أذى، يلطخهم بالطين هذا أذى. نعم، العين عليك بالورد، عليك بالورد لحفظهم. نعم، تورد عليهم صباحا ومساء. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الالتصاق بالملتزم بالجسد؟ لا، الوقوف بالملتزم يا أخي، ما هو بالالتصاق، الوقوف بالملتزم وتدعو، وهو ما بين الركن والباب، تقف فيه وتدعو الله عز وجل ولا تلتصق. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: طلب مني لدراسة العلم الشرعي خطاب موافقة من الكفيل، يقول طلب مني لدراسة العلم الشرعي خطاب موافقة من الكفيل، فهل يمكن أن أكتبه بنفسي لطلب العلم؟ لا، الكفيل هو اللي يكتب الإذن، هو يكتب الإذن ولا يأمر من يكتب، هو أنت اللي تكتب. نعم. أثابكم الله، يقول: هل من كلمة حفظكم الله لبعض المصلين الذين لا يهتمون بنظافة أبدانهم؟ عليهم أن يهتموا بنظافة أبدانهم وثيابهم لأجل الصلاة والوقوف بين يدي الله والالتقاء بإخوانهم في المساجد، عليهم أن يتزينوا وأن يأتوا بأحسن ملابس وأحسن صورة ويتطيبوا، يعتنوا بهذا، لأن المساجد لها حرمة والمصلون أيضا لهم حرمة، والصلاة نفسها أيضا لها حرمة، تتطلب النظافة، تتطلب الرائحة الطيبة، والملك يحضر عند قراءة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: في عقد الزواج أكتب أحد الشروط وهو دفع مبلغ من المال عند الفوات والموات، فهل عند الموات يعتبر دينا؟ مهر الزوجة واجب سواء فاتت ولا ماتت ولا أنت مت، هذا لابد منه، واجب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فهو حق لها عليك سواء طلقتها أو ماتت أو أنت مت، حق. حتى الميت إذا مات وما أعطاها صداقها يؤخذ من تركته، يعطى لها. نعم. أحسن الله إليكم، هذا آخر سؤال، هل تجوز المزاحمة في الصف الأول أو في الصف في المسجد الحرام والمدافعة أثناء الصلاة؟ لا يجوز الإضرار بالناس والتضييق على الناس، الحمد لله المسجد الحرام واسع والصفوف كثيرة، إذا ما وجدت في هذا الصف مكان تجد الصف الثاني، ولا تضايق الناس وتضار الناس وتؤذيهم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.